تفشوا قاع حتى حاجه نجيب لولدي لي كوش تطلق لي هو والجار ديالنا خارجه مع 12 البارح مع 12 تلقى لي هو والجار ديالنا الجار ديالنا حنا في نزاع حنا وياه صاحبه هو وياه حيت انا دايره لي واحد الفيديو مهجم علينا في الدار ودايره لي واحد الفيديو قال لي كيف ما انتي درتي لي فيديو حتى انا راه غادي ندير لك فيديو تغامز هو وياه بالعينين قال لي صافي انت غتكمل المهمه انا ما غنبانش في الشاشه ديما راه الموتور ديالو مشى راجلي جمعني بكابال الطريق ديالي جمعني بكابال شدني من شعري رماني في الطوموبيل داني البلاصه ديك كنا ساكنين فيها اختطاف وانا مطلقه منه اختطاف وانا الطالقه ديالو عندوش حق يخطفني داني البيت اللي كنا ساكنين فيه موجد السيد موجد جناوه موجد سبعه النقشات موجد زازوارات باكيه موجد دوك القنانب ديال البلاستيك يعني موجد كل شيء ربي اللي جا من جهتي ربي اللي كتب لي عمر جديد اما انا راني مت الضرب السب الشتم اهانه كيصرفش عليا كيجي دي من سكران دي من صافي خدام ما والو اخت ديالو شوافه وام ديالو شواف كيقولوا ليه ولد الشواف معروفين بالنصب والاحتيال معروفين كيمشي كيدير جرائم اختو كتجيب كيف ما كيقولوا هما كيهضروا بهاد المصطلحات كليان كتجيب كليان كتنصب عليه في 30 مليون 40 مليون وكتخرجوا هو حيت كله مضروب وكله كتخرجوا هو لذاك الكليان يعني ما غاديش ينزل داك الكليان للمستوى ديال الشمكار بهذا المصطلح كيمشي في حالاته خوها كتعطيه اللي بغا 5000 درهم 6000 درهم 10000 درهم اللي بغاها كتعطيها ليه يعني من ناحية المادية على مبادي انه عنده فلوس ولكن فلوسه كتمشي ليه غير في الكريان ديال الطوموبيلات وفي الشراب وفي الحشيش كيجيبو كيقردو كيبيعو هادشي فاش كتمشي ليه فلوسه من بعد ما احتاج الدار يعني في نفس الوقت يعني بدا كيضرب لا طلع وين دخلت انا وسد الباب مشى جاب جنامه من السطح ما عرفتش فين كنديرهم في السطح ما كاش ديرهم في البيت جابهم لاحهم قدامي دخل هو يصور الباب مع بديت كنطلب فيه وجبت الجنويه الكبيره هي ضربني فيها على الراس هاد الضربه ديال الراس قال لي حيدي جلابسك حيد جلابسي بقيت لابسه بيلس ماتي وسروال كنت لابسه تحت من الجلاب الدمايات كتنزف ضربه خايبه اللي ضربتني في راسي الدمايات كتنزف دار لي الفيديو بهذوك الحوايج الفيديو الاول الفيديو الثاني هو اللي غيعريني فيه وغتحضر فيه امو ولكن ما شادش فيه امو لا صوره لا صوت شادش فيه امو الفيديو اللي صور كاين نشرهم ولا اخي ما شفت حتى شي حاجه باقي لحد الساعه كيهددني وباقي لحد الساعه الفيديو الاول بعدا اللي دار ليا كيقول لي هاش تقولي وهاش تقولي وهاش تقولي وهاش ورا باينه ديك الحاله وحده كلها دمايات وتحت من واحد هز عليها الجناوة وكاينة غير هي وياه ومصورت عليها راه أي حاجة غيقولها لي نقولها راه غنقولها غير باش نخرج في حالاتي ديك الساعات باقي ما مضروباش في وجهي مضروبة غير في راسي غير في راسي من بعد غتطور القضية من بعد غتطور القضية ما مشيت داني هو مع 12 ما مشيت لدارنا مشيت بعدا لعند الكوميسارية ما عرفتش من عنده هو ماشي 3 ولا 4 يعني راه كاين وقت من 12 حتى 3 ولا 4 انا تحت من العنف بالراحلتي كامله زرقاء دراعين كاملين زرقين لحمي كله زرق ابار هاد الضرب وهاد الضرب وهاد العاهه مستديمه لحمي كله زرق تحت العنف 3 السوايع ولا 4 السوايع انا تحت العنف من بعد مشيت للكوميسارية الكوميسارية خداو الأقوال ديالي أنا دايخة قالو ليا ما غنبنيوش لك على هاد الأقوال لحقاش نتي ماشي في حالها شدتني غيبوبة عيطو ليا على لابيلانس داتني السبيطار داتني المستشفى ديال السقاط مكاينش بروف لي غادي يخيط ليا شافو الجرح كبير غير سوانا وداروا ليا بوزمون قالو ليا سيري السبيطار 20 غشت صافي
خرجت انا من السبيطار ديال السقات، شديت الطاكسي مشيت بوحدي للدار، هبطت عند والديا. والديا ملي شافوني في هاد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله، الباب ديالي داو ديك الساعات خطر، شدت شو ازماتيك في القلب خايبه، داو ديك الساعات كتخرج ليك كشكوشه صفراء من هنا كشكوشه صفراء من هنا. وهو جابت في الفيديو بانه باغي الاب ديالي، باغي الاب ديالي، وقال لك هادشي اللي دار ليا كيف والو، وجابت في الفيديو باغي الاب ديالي، وقال لك غادي نشد الاب ديالها وما غاديش نقدم راسي، غادي نهرب حتى نكمل داكشي اللي بديته. عنده 37 عام، انا عندي 21، كبر مني ب 14 سنه، وديجا عنده سوابق ومطلق قبل مني انا 3 العيالات ونفس الحاله. وحده راه لاحه في اليوتيوب كتشطح شوها عريانه، كتشطح في يوتيوب كان عندي اخبار بهادشي، ولكن كنت تحت التهديد. يعني تزوج ديال الزوج تحت التهديد. شحال انتم مزوجين؟ تكاتبنا في 2018 شهر 3، 2019 شهر 6 مطلقه منه. دوزت معاه مده طويله، وتا هذاك هاد المده هادي اللي قلت لك محسوبه انا معاه، ما كنتش كندير باسي سيمانه 15 يوم، كنجي عند دارنا هربانه حفيانه، ديما نجيه واكله العصا، ديما ديما ناجيه من الموت، لا في الحمل لا في الوحم لا بلا وحم لا ما تيعرفش هو يوم مرحمين. عندي معاه وليد عنده 4 شهور. امين يا ربي، ونتمنوا لك الشيء، امين يا ربي، دوز عليك هادشي دوز بسلام يا ربي. وكنشكر دكتور تازي بزاف اللي وقف معايا، كنشكرو بزاف ما تخلاش عليا، كنشكرو كنشكرو بزاف من الاول حتى الاخر. انا كنطالب من جلالة الملك يتدخل في هادشي، كنطالب من جلالة الملك يتدخل في هادشي، حيت مو عندها النفوذ، مو كتقول لك انا وكيل الملك كيجي كيخدم عندي الشعواده بحال هكا كتقولها. انا المحاميين في يديا، انا القضاة في يديا، بحال بهاد الطريقه كتهضر، يعني كتقول لي ولدي ما غاديش يتشد، عندي من بيع عليه، عندي الفلوس، كتعنى بالسلطه، الدائرات اللي حداهم كلهم شاداهم، كتوقف مع الكوميسير ديال الدائره كتحط عليه يديها بحال هكا وكتعنقو، شاده الدوائر كاملين اللي حداهم ديال الاسره ديال عين الشق الولايه، شادهم كاملين، كتقولها بفمها وهو حتى هو كيقولها بفمه. انا كنطالب من جلاله الملك هو اللي وقف على هذا الشيء، هذا كنطالب من سيدنا هو اللي وقف على هذا الشيء، هذا حيت هذا ظلم وحقره وتعدو وحشومه عليه، حشومه عليه يدير لي هذه الحاله. وانا بيني وبين ولد راهي غير الولد غدا ولا بعد غدا غادي يكبر، قال لي منين يكبر ولدي ويجي عندي نقول لي راه امك فاعله وتاركه، جبد لي شي حاجه لا شادها جبدها ليا. انا كنطالب منه يجبد لي داكشي اللي شادو يجبدو، شاد عليا بروفات يجبدهم ويخلي القانون ياخذ مجراه، حيت انا عارفه راسي ما دايره حتى شي حاجه وما عمرني ما درت شي حاجه. ولو كان كنت بغيت ندير نهار الاول ما نتزوجش بيه، نهار الاول ما نتزوجش بيه، وحسبي الله ونعم الوكيل. الضغوطات يا غتزوجي بيا يا غندير لباك يا غنفعل لباك يا غندير لك انت يا غنترك لك انت، عمر شي واحد ما يفرح بيك. كان كيهددني هو بالحرق، انا ما كنتش متوقع هاد الضرب، كنحمد الله وكنشكره منين خرج ليا في هاد الضرب. هو كان كيهددني بالحرق وحارق راسه، كان كيهددني بالعافيه، يعني كيقول لي ما عند داركم واخا يبغيو يديروا لك التجميل ما عندهم ما يجملوا فيك، غنخليك معمر شي ولد المراه ما يفرح بيك. ولحد الساعه عندي ميساجات، عندي اوديوات مسجلاهم، مكالمه ديالو هو كيهددني لحد الساعه، لحد الساعه باقي كيعيط ليا، تيقول لي جهد امك جريه بهاد لافاس، ويسمحوا لي الناس اللي غادي يشوفوني. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.